مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في البث المباشر. مدينه الدار البيضاء سرقه من داخل وكاله بنكيه بمنطقه البرنوسي. حلول الشرطه العلميه الى عين المكان من اجل اخذ البصمات. السلام عليكم. كذلك كسر بالباب. والصراف الآلي. باش وقع هادشي طيب الناس؟ معروف الله جاو الشرطه العلميه، راه هادشي غيكون بالليل البارح، ولكن راه ماشي هاد البنك الشعبي بوحده، يعني مجموعه من البيشيات، مجموعه من البيشيات. اذا كما كتشوف معنا هاد الوكاله بمنطقه البرنوسي، يعني مثل الاعمال هادي مشات الناس كيصحابو ما فهمتش شنو. إذا مشاهدينا الكرام، نقول لكم الأجواء بالصوت والصورة. السلام عليكم. ماش تضرب تقريبا؟ والله ما عرفت، وقيلا الصباح بكري. الصباح بكري شوية. الصباح بكري. مشي للبنك آخر؟ إيه. راه باقي في هذاك اللي في لاصق حودي. باقي تما. بصح مجموعين. بارد على الآخر. إيه. إذا مشاهدينا الكرام، غادي ننتقلوا إلى وكالة أخرى هي بالقرب ديال هاد الوكالة. أربعة ديال السرقات. وكاله اخرى تابعه. واش ديما كيوقع هادشي هنا ولا اول مره؟ هادشي اول مره. اربعه الوكالات تقريبا ضربوا الصباح هذا. المستوى الامني هنا بالبرنوسي بدا في واحد التراجع كبير. المستوى زعما ربما كان نتيجه اصحاب الفانيد تجار المخدرات والاقراص المهلوسه، انتشار واسع لنقط البيع على مستوى منطقة البرنوسي، تفاقم ظاهرة الإجرام بما يلي ذلك من السرقات والتبعيات ديالها. احنا الآن في الطريق إلى وكالة أخرى للبريد، تهي تم يعني مجموعة في هذه الوكالات في هذا الشارع. هاي الشركة العامة. الشركة العامة تا هي سير واش تتل؟ لا سير كاين تما، كاين في 19 مليون أو قراب شوية. هي إذا وكالة أخرى حتى هي تم أزيد من أربعة الوكالات. وسننتقل إلى وكالة أخرى، يعني لا زال الشرطة العلمية تحقق بالموضوع، أخذ عينات من البصمات وكذلك نحاول ننتجو. اسامة، ماش الضربات هادي تاهي؟ ماش الضربات هي تقريبا؟ ليه ياك؟ غنمشيو ورا البوليس ليه؟
اييه مشكلة لأن رجال الشرطة القضائية بعين المكان هي راه خلي خليها تما خليها خليها تما هي هي راه إذن غننتقلوا لوكالة أخرى السيد رئيس المنطقة حل بعين المكان مجموعة تم تخريب مجموعة مصرفة آليين يعني باتجاه وكالة أخرى للبريد يعني حتى هي أزيد من أربع صرافات إذن منطقة البرنوسي بحاجة إلى بعض التعزيزات الأمنية والتحرك من أجل محاربة هذه الظواهر والشوائب يعني خص تكثيف الجهود ديال الدوليات هنا يعني خصوصا الدوليات ديال الدراجين إذن مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي عند البث المباشر من منطقة البرنوسي إلى الحين لقاء بكم في بث آخر مع المزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع